والبياض احترت يا معلم. اسمع كلامي البلدي يا ولدي. اي بهيم اي حاجه لو هو بيطير في السماء ان شاء الله ربنا هيوفقني لاني بدخل عليه بسم الله، ما بدخلش عليه بعد. بعمل في الجزيرة دي اللي أكتر من 21 سنة. أنا اشتغلت في الجزيرة دي بحكم قريتنا كلها فلاحين، وكنت بادئ من البداية أني شوية غنم كده وبتاع، وقلت لزملاتي في الموظفين معايا في البريد أنا بدل ما بيعهم هدبحهم وأجيبهم لكم لحم، وفعلا دبحناهم وديناهم لحمة وكانت فتحة الخير علينا. الجزارة دي مهنة الناس كلها بتقول ده الجزار السلاح في ايده ومش عارف، بالعكس ان ما كانش الجزار يبقى محترم ومؤدب عمر ما واحد ريح له على باب، وهي مهنة جميلة جدا وتحس بمتعة فيها. انا لو سقط الدم نزلت قدامي من بني ادم يغمى علي، بس احساسي وانا ماسك البهيم ان ده حلال ربنا جعله ليا عشان اتمتع بيه كلحم وكتبيح، احس ان انا بذبح ده حلال وشرعي، وفي حياتي ما ذبحت بهيم وهو انا لازم اكتفه واحطه على الجنب الايس الجنب الايمن وسن السكينه، وبص شغل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ودي هي متعتي. وانا بمجرد ما بذبحه واطلع للناس الانصبه بتاعتهم ببقى قمه في السعاده، بروح بقى ما يلزمنيش حاجه خالص، ولا يلزمني فلوس ولا يلزمني. أصعب موقف قابلني كان وأيام ما تعبت بظهري وكنت هعمل عملية الغضروف دي، كان الموقف ده بكيت فيه لأن كان عندي بال كتير جدا بهيم ياما، وكان المطلوب إن أنا أجي أذبح، وجيت يوم ما جيت أذبح يوم ما رقت. انا هكمل وولادي من بعدي وولاد ولادي امتداد، لان احنا هي دي خلاص الشغله دي عشقناها. بين السمر والبياض احترت يا معلم، وتهدليلي ما بين الاتنين يا معلم، ده الحب في القلب مش في العين يا معلم.